طبعا منتخبنا خسر امام منتخب بطل العالم يا جماعه، احنا بنتكلم يعني لاول مره بتختلط كده مشاعر الحزن والفخر والسعاده مع بعض. مشاعر الحزن ليه؟ مشاعر الحزن لاننا كنا قريبين جدا، ويمكن كنا الاقرب بكتير جدا جدا من بطل العالم للوصول للمربع الذهبي. عملنا مباراه رائعه على المستوى التكتيكي، على مستوى الاداء الفني، على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع، كنا الافضل فعلا في طول المباراة. يعني لو اتكلمنا على شوطين أساسيين مع شوطين إضافيين، طبعا ضربات الجزاء زي كرة القدم يعني فيها توفيق، فيها حظ كبير جدا، لكن انك تحرج بطل العالم لهذه الفترات. وخلي بالكم وانا بتكلم يعني كمان سمعت بعض الخبراء ان خلال السنين اللي فاتوا يمكن منتخب مصر المنتخب الوحيد اللي احرج منتخب الدنمارك بطل العالم بهذه الصورة، ودوت اكد لي الصورة اللي شفناها بعد المباراة وفرحة منتخب الدنمارك بالفوز قد ايه هو بطل العالم، لكن فرحة كبيرة جدا جدا يا سهام. وشفت المدرب واللعيبه قد ايه فرحانين. طبيعي عشان تعبتهم، هم كانوا مستسهلين الماتش، هم يعني هم طبعا يعني بطل العالم بيلعب مع منتخب مصر، بالتالي هو عندهم نوع من انواع التعالي شويه. لكن عايز اقول لك ان مشاعر الحزن ديت للناس، لان كانت فرصه كبيره جدا 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 ان احنا نعمل حاجه عالميه ونوصل لدور الاربعه، لكن كمان مشاعر السعاده ومشاعر الفخر، مشاعر الفخر اعتقد لكل المصريين. ليه؟ لان رجليتنا النهارده في الملعب طلعوا كل اللي عندهم. في بعض الاخطاء الصغيره وما زلنا يعني بيفرق عن العالمية شوية، السنة الصغيرة 1 و2%، التفاصيل الصغيرة اللي شفناها في المباراة، لكن على مستوى الأداء، على مستوى الفخر، على مستوى البطولة والرجولة والإصرار، أعتقد النهاردة منتخبنا بيقدم صورة رائعة. وأنا بقول من هنا من البيت الكبير تحية لكل فرد في منظومة كرة اليد المصرية. منظومة كرة اليد المصرية مش النهاردة بس بنتكلم على منظومة بقالها سنين بتشتغل بشكل أكتر من احترافي، بنتكلم على تحية لكل واحد في الجهاز الفني واتحاد الكرة لكرة اليد، كل من شارك في ان 100 مليون مصري بيتجمع امام شاشات التلفزيون وبينقل صوره رائعه من التحدي وصوره رائعه من الاخلاص وكمان من الانتماء لهذا البلد، فده شيء اكتر من رائع. اللي جاي ان شاء الله يا سهام يعني في جزء زعلان واحنا كلنا زعلانين لان انت كنت هقول كده عمرك اطول، كان الفاينل فور قريب منك جدا لحد اخر لحظه. صحيح، وده بس اللي ضايقني. يعني النهارده كانت الناس بتشجع فعلا بقلبها، وكلنا بنقول يا رب يعني ومن عندك يا رب، على راي المعلق طبعا بتاعنا القدير خالد خيري طبعاً. فيعني قدر الله ما شاء فعل. النهارده شفت انت دكتور خالد عبد الغفار، يعني مش وزير النهارده، وزير التعليم العالي بتاعنا، كان واقف النهارده على اعصابه النهارده دكتور صراحة. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كل مباريات اليد تقريبا دكتور خالد ما سابهاش. صحيح، فكنا انا كنت بشجع بالدموع النهارده والله العظيم. بس يعني الحمد لله. عايز اقول لك جزء كمان مهم يا سهام، ان خلينا نتكلم يعني احنا كمصريين عندنا مشاعر كبيره جدا وعندنا موشن كبير جدا. فبنزعل قوي ساعه يعني الهزيمه، مش هقول هزيمه لكن عدم التوفيق، وبنفرح قوي اوقات المكسب. فخلينا نتكلم بكل احترافيه، احنا هارد لكن النهارده احنا كنا الافضل على المستوى الفني، كنا الافضل على مستوى التكتيكي، كنا نتمنى ان احنا نكون في المربع الذهبي، لكن احنا عندنا جيل رائع. كلنا نفتكر جيل 2001، احنا عندنا جيل اعتقد جيل مميز جدا جدا. خلي بالك يا سهام، منتخب مصر ما عملش فتره اعداد، يعني لعب طبعاً مباراتين. على الجانب الاخر منتخب الدنمارك كلها كانوا بيلعبوا لسه اليورو 2020، يعني رجلهم في الملعب. كل اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده اللي محترف في الدوري الالماني وبيلعبوا الشامبيونز ليج ولسه يعني رجلهم كمان في الملعب. فخلي بالكم منتخب عالم بهذه القوه، يعني بيلعب باستمرار، لعبته رجليها في الملعب، جاي بطوله بيلاعب منتخب مصر اللي لعب يا دوبك ماتشين مع اليابان في ظروف صعبه جدا. فكل ده يدينا صوره ان احنا عندنا جيل اكتر من رائع. بنقول لرجالاتنا ما تزعلوش، عملتوا اللي عليكم، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هي الفتره الاهم، ان احنا كمان نعمل جيل عظيم ان شاء الله. كاس العالم اللي جاي هيكون في السويد ان شاء الله، باذن الله نحقق نتيجه رائعه. ومباراة النهاردة ادت انطباع، استني بس ساعتين ثلاثة كده ما نشوف وسائل الاتصال حتى على المستوى العالمي. اكيد طبعا، اكيد هتتكلم طبعاً على منتخب مصر والدنمارك كمان اكيد هتكتب وهكده هتقول قد ايه المباراة كانت صعبة على فريقهم، والنهاردة انت عندك بطل الاحسن، احسن لاعب عندهم النهاردة
لما بيحصل على طرد، طبعا ده كان معظم يعني الرميات اللي دخلها كانت ضربات جزاء تقريبا، كانت رميات جزاء. انا شفت له 3 4 يعني، وبعدين اطرد. كمان بتاعهم معرفش يعني ما اطردش من بدري ليه يعني، بس مش مشكله برضو، قدر الله ما شاء فعل.